لكن انا اليوم بدي اخبركم انه من حلقات لايف ستايل اليوم هي اكثر وحده مميزه. صح. لانه رح تكون معنا شخصيه لطالما كان وجودها بمجال الاعلام دافع لكل صبيه انها تحب حالها وتهتم بحالها من برا ومن جوا. مظبوط يا لانا، ومعانا الاعلاميه ورائده الاعمال جويل ماردينيان عشان نتكلم معاها عن برنامجها الجديد بلا فلتر على منصه شاهد. وقبل ما نستقبلها من خلال زوم خلونا نشوف مع بعض برومو البرنامج. يلا. بداياتي ما كان سهلة أبداً، بس شغلي وإصراري عطيوني كل شي بملكه، وطريقتي وشغفي صنعوا هويتي ومين أنا اليوم. I'm unstoppable, I'm invincible. I like to do it for women empowerment. البعض بيعتبروني عاطفية زيادة عن اللزوم. كيف بدي أقول؟ أنا وفي ناس بتشوف إني انفعالية أو حتى مجنونة. دعم 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 دعم. بس ليش اهتم بحكي العالم؟ انا مره، انا ام، انا زوجة وسيدة اعمال، عملت المستحيل لحقق النجاح. صار لي سنين عم فكر اعرض حياتي مثل ما هي بالرياليتي شو. انا اذا سند يو واتساب يو ويل انسر مي. واليوم واخيرا الحلم صار حقيقه. دونت يو دير على شعري. عم بعزم كل حدا فيكن على بيتي وعالم الحقيقة تتشارك معكن قرارات المصيرية وتجارب الحلوة والمرة. كانوا الحرامية عنا بالجاردن. رح عرفكن على عائلتي البعيدة كل البعد عن التقليدية. بيلي ابن الكبير من زوجي الأول ترافر، ألا بنتي من زوجي كمان، ونيثن ابني بتبعني. أنا مبسوطة كيف أنا ربيتكن. رح اخدكم معي باهم احداث حياتي الغير اعتياديه، بكل شيء بتحمله من حب وخيبات ونجاحات. وبعد حب كثير كبير. انا راجل صنوار. خلينا نحتفل سوا، نضحك ونبكي سوا. يمكن مفكرين انكم تعرفوني منيح، بس اجى الوقت اني اثبتكم العكس. انا كنت هلا معتبر حالنا نحن مطلقين. حق عليك انت. وات؟ هلأ رح تشوفوا ولأول مرة جوال بلا فلتر. جمال الشكل والمضمون والكلام يكون بلا فلتر مع جوال. أهلا وسهلا فيك معنا في لايف ستايل. مرحبا. أهلا يا أهلا وسهلا. يا أهلا. مبروك على البرنامج. ثانك يو. انا طالعه معكم كمان بلا فلتر. انا عم بعمل حلو مع الاولاد يعني على الارض. اليوم هون في زلمات التاكسيات على الكهرباء، طلعت بتاكسي اكيد كهربته رايحه. اذا بمشي انا اسرع منه شو الحظ اللي علي. ما عليه، بس نحن من حظنا انه هون رح نشوفي كيك اليوم. جوال اليوم ببلش عرض برنامج جوال بلا فلتر على شاهد، يعني من 1 لـ10 خبرينا قد ايه متوتره. متحمسه مش متوتره. جود. صراحة يعني مشروع اللي من 2017 بلشته بالسر، كنت بعدني عم بعمل برنامج جوال. ولحظ الحلو طلبت من الامسي اذا في انا فوت كاميرا تبعيتي وعطوني موافقة. وبهيدي الحلقة بالذات صار اغرب شغلة بصير معي ب 14 سنة. سو بحس انه الله بده هالبرنامج يصير، لانه كتر خير الله من بعد ما قدمته للامسي يعني دغري وافقوا على الفكرة، وأكيد صوروا تصوير تصويرهم الخاص، مش بس التصوير اللي عم صوروا على الأربع سنين اللي فاتت. حلو. طيب جويل بجملة واحدة، مين هي جويل بلا فلتر؟ يعني إيه الجديد اللي أنت هتقدميه للجمهور بتاعك في خلال البرنامج؟ أوكي، أنا بعرف إنه أنا على طول واقعية مع كل العالم. هلأ بالشو أنا عم بقدم برامج، كان برنامج جوال أما برنامج بيوتي ماتش، هيدا الدور عم نلعبه كلنا. مثل ما حضرتكم أنتوا هلأ عم تلعبوا دور مثل صحفيين بريزنترز أو بتي في شو. ما حدا بيعرف أي حدا منا شو بيصير معه بالبيت. يعني أنا حتى بقول موظفين اللي عندي اللي قلن معي من 2008 أنا ما بعرف كيف بصرفهم مع جوزهم، مع امهم، بيهم، خيهم، اولادهم، مودي مش مودي، لانه اللي على طول بنشوفه بالشغل
مش الوجه الكامل. مزبوط. منا دي مش الحقيقة. كل واحد عنده شخصيته. حضرتكم كلكم كل واحد منكم ببين جزء من شخصيتكم. فأنا من 2004 وقت ما بلشت مع الـ NBC شافوا العالم جزء من شخصيته، بس أكيد ما شافوا شخصيتي بكاملها. شي البرنامج عم بيقدمه هو حياتي مثل ما هي على طبيعتها، بلا ما نحن نقرر شو ننزل وشو ما ننزل، عشان هيك سميناه بلا فلتر. ومع جرأة كبيرة. أكيد بدها جرأة كبيرة.